إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة الهرائش. وأخيرا أتى الفرج، أمطار الخير تتهاطل الآن على المدينة، اللهم صيبا نافعا، قطرات الخير الحمد لله أننا كنا كننتظر بفارغ الصبر التساقطات المطرية اللي كتشهدها الآن المدينة، تساقطات غزيرة الآن في مدينة الهرائش، تساقطات غزيرة الآن كما كتشاهدوا المتابعين الأوفياء، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة، ما تقدرش أنك تحرك ولا تمشى في هذه الأجواء الممطرة والماطرة، الحمد لله أن الخيرات الربانية، والحمد لله أن التساقطات المطرية دائما الله سبحانه وتعالى كيتبكلنا بالخيرات ديالو، ما على الإنسان إلا أنه يحمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله على كل حال، بارطاجيو الإخوان بارطاجيو، الخير جات الخير جا. إذا التساقطات المطرية الآن غزيرة تشهدها الآن مدينة الهرائش، اللهم صيبا نافعا أكيد متبي الأوفياء، الله يرحمنا برحمته الواسعة بهذه التساقطات المطرية اللي كتشهدها الآن المدينة. إذا نطلب الله السلامة أكيد، ودائما كما كنقولوا الله يعطينا على قد القوادة ديالنا للأسف، والله يحسن العون الدرويش، والله يحسن العون الناس اللي ساكنين في دور الصبيح. إذا أمطار الخير وقطرات الغيث، قطرات مطرية مهمة تشهدها الآن مدينة الهرائش، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. لأن التساقطات غزيرة الآن تشهدها مدينة الهرائش في الأجواء الجميلة والرائعة، متبعي الأوفياء متبعي قناة شوف تي في، إذا الله يرحمنا برحمته الواسعة في هذه الأجواء. لا زالت الحمد لله تساقطات الخير تتهاطل وتتساقط الآن على مدينة الهرائش، اللهم صيبا نافعا، والله يرحمنا، والله يعطينا على قد ندفع. بارطاجيو الإخوان بارطاجيو، قد أتى الحمد لله، قد أتت الأمطار الحمد لله، أن الشتوى هي جات اللي كنا كننتظروها بفارغ الصبر، تساقطات غزيرة اللي كتعرفها الآن مدينة الهرائش، اللهم صيبا نافعا أكيد متبعي الأوفياء، الله يرحمنا برحمته الواسعة في هذه التساقطات المطرية اللي كتشهدها وكتعرفها الآن مدينة الهرائش. إذا الحمد لله على التساقطات المطرية، إذا كما كتشهدوا بطبيعة الحال الشوارع مدينة الهرائش تتزين، أو الأمطار تزين شوارع مدينة الهرائش. الحمد لله أن الشتا كطيح يبعد علينا هذا المرض بطبيعة الحال، وأن الأمور تنقى وتقاد، لأن في أمس حاجة إلى التساقطات المطرية اللي كتعرفها وكتشهدها مدينة كيشهدها بطبيعة الحال كتشهدها عفوا المملكة المغربية بأكملها. الله أكبر الله أكبر، الحمد لله كنا في حاجة ماسة وكنا ننتظر بفارغ الصبر التساقطات وهذه الأجواء الماطرة اللي كتشهدها كما كتشهدوا الآن اللي كتشهدها مدينة الهرائش، والله أنه يرحمنا برحمته الواسعة، الله يرحمنا برحمته الواسعة أكيد متبعي الأوفياء، الله يرحمنا الأوفياء، الله يرحمنا برحمته الواسعة. تساقطات غزيرة اللي كتشهدها وكتعرفها مدينة الهرائش الآن، الله يرحمنا برحمته الواسعة الآن متبعي الأوفياء. لأن هذه إذا لا زلنا متبعي الأوفياء متبعي قناة شوف تي في كما كتشاهدوا تساقطات غزيرة الآن بالمدينة، الحمد لله، الله يرحمنا، والله يعطينا على قد النفع، والله يعطينا على قد القوات ديالنا. إذا كما كتشاهدوا فشوارع مدينة الهرائش تحت الماء الآن، دابا للأسف الشوارع على قد الحال، القوادس على قد الحال، والله يحسن العون الدرويش، الناس اللي عايشين في البريرك وعايشين في دور الصبيح الله يكون معاهم، راهم مقهورين صيف والشتا، ولكن الحمد لله على الله سبحانه وتعالى أن أعطانا هذه الأمطار ديال الخير اللي على قد النفع. إذا التساقطات مطرية مهمة الآن اللي كتشهدها وكتعرفها المنطقة، بارطاجيو الإخوان بارطاجيو، الحمد لله على تساقطات الخير والندى، تساقطات مطرية كما كتشاهدوا في شوارع مدينة الهرائش، ما هي إلا 10 دقائق ديال الشتا وما كاملاش إلا وأن شوارع ديال المدينة كاملة غرقت. إذا المتبعين الأوفياء كيعمل الجو عندكم في المدينة ديالكم كل شيء خير، يمشي الشتا كطيح ولا الأجواء عادية ومستقرة، هذه الأجواء من
من مدينة العرائش بطبيعة الحال شمال المملكة المغربية. أمطار الخير وتساقطات الخير لا زالت تتهاطل وتتساقط الآن على المدينة. اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. إذا كده الجو عندكم متبي الأوفياء متبي قناة شوف تيفي، كده الجو عندكم في المدينة ديالكم بركان والو، فيها الخير طبيعة الحال فيها الخير، واللي جات من عند الله كاملة فيها الخير، بركان ما كاينش فيها. بغينا الإخوان اللي كيشاهدونا بطبيعة الحال وكيتابعونا في هذا البث المباشر يقولوا لنا بأين مدينة، وكيتابعونا بطبيعة الحال وكيعمل الأجواء عندهم في المدينة ديالهم، واش الأجواء مستقرة، واش الخيرات الربانية تتهاطل وتتساقط على المدينة ديالهم. بغينا نعرفوا بطبيعة الحال من أين مدينة كتشاهد هذا البث. الخيرات الربانية لا زالت تتهاطل ولا زالت تتساقط على مدينة العرائش، مدينة جديدة والو، تجاك العجاج. نتمناو الله السلامة أكيد، نتمناو من الله من بعد العجاج أن يتبعها بهذه التساقطات الخير، لأن اليوم كان رياح قوية وكان رياح شرقية كبيرة اللي شهدتها وعرفتها مدينة العرائش، والحمد لله أن بعد الشرقي أتى الفرج وأتى الخير، أن التساقطات مطرية الآن مهمة تشهدها مدينة العرائش. سيدي سليمان والو، زي والو، خميسات والو، تطوان الخيرات تبارك الله، تطوان بانوا هنا الإخوان، بانوا الشمال طنجة تطوان بانوا هنا الإخوان، القصار الصغير شتا تبارك الله، الخيط من السما تبارك الله، الحمد لله الحمد لله، ربي دكالة والدية والو، خيرات الحمد لله ربانية، الخيرات ربانية لا زالت تتهاطل وتتساقط على المدينة. اللهم صيبا نافعا والله يرحمنا برحمته الواسعة. كازا عجاج، طلبوا الله أنه يرحمنا برحمته الواسعة، طلبوا بالله أنه يرحمنا برحمته الواسعة. أكيد فرحنا بقدوم المطر، فرحنا بقدوم المطر، وأكيد أن الله سبحانه وتعالى دائما كيتفكرنا بالخيرات ديالو، دائما كيتفكرنا بطبيعة الحال على وجه الصبيان وعلى وجه الحيوان وعلى وجه البكمة، أن الله سبحانه وتعالى دائما بن سليمان والو دائما كيتفكرنا بالخيرات ديالو. نتمناو من الله أننا نكونوا حتى حنا عباد صالحين بطبيعة الحال وكنطيعوا الله سبحانه وتعالى. مدينة تطوان شتاء أكادير والو، رباط والو، بانوا هنا الإخوان، بانوا هنا وبارطاجيو، بارطاجيو الإخوان الله، بارطاجيو بارطاجيو، والحمد لله فرحنا من الداخل ديالنا، فرحنا من القلوب ديالنا على قدوم هذه الخيرات الربانية، على قدوم المطر، فرحنا من القلب ديالنا بطبيعة الحال. وكنتكلم وكنتحدث بدون أحاسيس للأسف، كنتكلم بدون شعور عفوا، حتى الكلمات بعض المرة كتدخل للأسف الشديد، لأن كيفلت والو، لأن هذه الخيرات الربانية والتساقطات المطرية لأننا حاجة ماسة لها، حاجة ماسة لها التساقطات المطرية بطبيعة الحال اللي كتشهدها وكتعرفها مختلف المدن المغربية. فاس والو، طلبوا الله السلامة أكيد، طلبوا الله السلامة أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة. هذه أول تساقطات، ونتمناو أنها ما تكونش أول تساقطات وآخر تساقطات، نتمناو أنها ما تكونش أول تساقطات وآخر تساقطات، لأن الفلاحة بطبيعة الحال بحاجة ماسة، لأن بحاجة ماسة لها التساقطات. وكما كتشاهدوا المدينة كيفاش، كما كتشاهدوا متبعي الأوفياء، المدينة كيفاش تزينت بهذه التساقطات المطرية جميلة، وبطبيعة الحال المواطنين فرحانين، وأكيد بالشتا فرحانين بالشتا والخيرات الربانية بطبيعة الحال. تساقطات مطرية مهمة تشهدها الآن مدينة العرائش، مكرهتش أنني نخرج وطيح عليا الشتا، لأننا أكيد كنا ننتظر بفارغ الصبر هذه التساقطات المطرية، كنا ننتظر بفارغ الصبر هذه الأمطار الخير والأمطار الربانية التي تتهاطل وتتساقط الآن على منطقة حوض اللوكوس، منطقة حوض اللوكوس التي تعرف من بين أهم المناطق بالمغرب فلاحيا. الحمد لله أن الخيرات الربانية تتساقط وتتهاطل. الحمد لله الإخوة، الحمد لله على الخير، الحمد لله على الخيرات الربانية. نتمنى من الله أن الله سبحانه وتعالى بيكون مع الإخوان ديالنا في غزة، نتمنى من الله أنه يكون مع الإخوان ديالنا فلسطين، غزة غزة رمز العزة، وأكيد قلوبنا قلوبنا مع الإخوان ديالنا، والشتا كطيح وكندعوا مع الإخوان ديالنا بطبيعة الحال، كلنا غزة، كلنا غزة إن شاء الله بطبيعة الحال، والله ينصرهم على الأعداء ديالهم. إذا مباشرة من قلب مدينة العرائش في هذه الأجواء الجميلة والممطرة، تساقطات الخير وتساقطات مطرية مهمة اللي كما كتشاهدوا بطبيعة الحال كتعرفوا كتشاهد الآن المنطقة، منطقة حوض اللوكوس اللي
الحمد لله ان بهذا بفضل هذه التساقطات انها تكون بين المناطق المهمه اللي تعرف طبيعه الحال كما كنقولوا موسم فلاحي جيد. اذا كتوجه الان شارع محمد الخامس القلب النابض لمدينه العرائش في هذه الاجواء الماطره والممطره في هذه الاجواء الجميله والرائعه بطبيعه الحال، وكما كتشاهدوا الشوارع خاليه وخاليه من المواطنين، وكما كتشاهدوا بطبيعه الحال الشارع زين وكيفاش ولا سبحان الله حتى الارض كتحس بها بانها فرحانه ومرتاحه بهذه التساقطات، حتى الارض كتحس بها. شوفوا متبعي الاوفياء، شوفوا الاخوه الله يرحم بهم، شوفوا الارض كيفاش فرحانه بهذه التساقطات الخير. مكناس والو، مراكش والو، اطلبوا الله السلامه، اطلبوا الله السلامه، ننتظر فقط الدعوات ديالكم واكيد ان شاء الله اتسقط مختلف المدن المغربيه واتسقط في المغرب كامل باكمله. الحمد لله على القطرات وعلى الخيرات الربانيه التي تتهاطل الان عبر الشوارع واصدقات في منطقه حوض لوكوس مدينه العلاج والنواحي بطبيعه الحال. نتمنى ان تكون الشاد في المغرب اكمله، لما لا ان اسبوع او اكثر من اسبوع ديال التساقطات المطريه، لاننا حاجه ماسه الى تساقطات الخير. السدود بطبيعه الحال والوديان حاجه ماسه الى امطار الخير، نتمنى من الله انه يكون. ولا ننسى اكيد الاخوان ديالنا والعائلات ديالنا والاقارب ديالنا في دور الصفيح اللي عايشين للاسف الشديد، هاد الناس اللي عايشين مكرفسين سواء في الصيف والشتاء، وهذا نداء اي مسؤول عنده غيره يتدخل بطبيعه الحال، لان هذوك خوتنا، هذوك القلب ديالنا، هذوك الاحباب ديالنا، هذوك العائلات ديالنا راهم امس الحاجه الى انهم حتى هما يكون عندهم واحد المسكن او منزل بطبيعه الحال لائق لهم بطبيعه الحال. نتمنوا السلامة أكيد وأمطار الخير كازا والو. اللهم الله يبارك فيك أخويا بهذه التساقطات، الله يبارك فيكم الإخوان، كاين بزاف ديال الإخوان اللي كيباركوا لنا هذه التساقطات المطرية. كما كتشاهدوا كتوجهوا الآن بقلب مدينة العلاج، ساحة التحرير أو ما يعرف ببلاصة ديسبان، بلاصة ديسبان القلب النابض لمدينة العرائش، وهي تتزين تحت المطر. الحمد لله شحال شقنا، أكيد أننا شقنا وتوحشنا هذه الأمطار الخير والتساقطات الخير اللي بطبيعة الحال أننا توحشناها أكيد متبعي الأوفياء. إذا كما كتشاهدوا هذه شوارع مدينة العلاج، إقليم شفشاون، الشتا كازا والو، بدا الشتا هنا الحمد لله، الشتا أكيد أنها طيح في المدن المغربية كاملة، مكناس والو، تونس تعاني من الجفاف والقحط، طب والله السلامة أكيد نتمنوا من الله أن تكون أمطار الخير في دول المغرب العربي أكبر. كاين تاونات تحيه الناس تاونات العزاز، تحيه الناس العرايش اللي تابعين معنا وحاضرين معنا بطبيعه الحال في هذه الاجواء الماطره والممطره عبر شوارع وازقه المدينه. تساقطات الخير وتساقطات مطريه مهمه لا زالت تتهاطل وتتساقط على المدينه. اللهم صيبا نافعا اكيد، اللهم صيبا نافعا. سلام من المغرب المنسي، تحيه قصر الكبير والو، اطلبوا الله السلامه اكيد، تمنوا من الله غير القصر الكبير ما كطيحش فيه الشتا. نتمنى من الله ان يقصى الكبير بطبيعه الحال ان تطيح فيه الشتاء وتكون فيه تساقطات مطريه. اذا الذين متبعي الاوفياء متبعي قناه الشوف تي في هذا البث المباشر والحصري مباشره من مدينه العرايش في التساقطات المطريه، الله يرحمنا برحمته الواسعه. اذا تساقطات مطريه لا زالت تتهاطل وتتساقط على المدينه. الحمد لله على الخيرات الربانيه، الحمد لله التساقطات المطريه اللي كتعرفها الان مدينه العرايش. إذا الشتا مازال كطيح ومازال غطيح إن شاء الله، رباط والو، من تاونات الله يرحمنا، تحية للمتبعين الأوفياء، إن شاء الله الله يسهل بالنفع، آمين الجميع، 30 دقيقة ديال الشتا، الله أكبر، الله يكبر بطبيعة الحال، ننتظر فقط التكبيرات والأدعية ديالكم، ننتظر فقط التدعية، الدعوات مع الإخوان ديالنا بطبيعة الحال في غزة، والدعوات بطبيعة الحال مع الإخوان ديالنا هنا في المغرب. ديال الزلزال والمناطق بطبيعة الحال من كوبا اللي عانات جراء الزلزال. أمطار الخير لا زالت خميسات العجاج، أمطار الخير لا زالت تتهاطل الآن على مدينة العرائش، اللهم صيبا نافعا أكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعة في التساقطات المطرية اللي كتشهدها وكتعرفها مدينة العرائش. بقاو معنا الإخوان، بقاو معنا، غادي نشوفوا بطبيعة الحال ناظور والو.
الماء الفيضان، الفيضانات في العريش دابا، الفيضانات الحمد لله، والله الخيرات الربانية لا زالت تتهطل وتتساقط على المدينة. جاك يلا خرج غير نشوف واحد البلو ديال رويضة شعلتلي في الطوموبيل، أنا نطلع عليها وأنا نزك الحمد لله الخير، خيرات الربانية. شحال من واحد كيعجبو أنه يتمشى ويخرج ويتحرك في الشادي وهي كطيح، شحال من واحد كتعجبو بطبيعة الحال أنه يلعب ويجري بحال السيد هذا هو شتا كطيح، شتا كطيح خيط من السما وهو غادي فيها. إذا أجواء ممطرة بمدينة العرايش متبين أو فيها متبين قناة تشوف تي في، فهاد التساقطات المطرية جميلة ورائعة اللي كتشهدها وكتعرفها الآن مدينة. اللهم صيبا نافعا أكيد فرق العرايش وقصة الكبير 30 دقيقة تقريبا. واش كطيح الإخوة في القصة الكبير؟ لأن القصة الكبير تقريبا 28 كيلومتر، نشوفوا الإخوان والزملاء ديالنا مدينة القصة الكبير واش كطيح الشا أو لا. لأن توقعات وغلف 23 الحمد لله الشتا كطيح، خيرات ربانية، أمطار الخير، الحمد لله توحشنا الشتا هذي بطبيعة الحال، توحشنا الشتا والله إلا كنا في حاجة ماسة إلا أمطار الخير، الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى تفكرنا بهاد التساقطات المطرية اللي كتعرفها وكتشهدها الآن مدينة العرايش. أقصى والو، أقصى الكبير هي قريبة من العرايش وما كطيحش فيها الشتا، نطلب الله أن الشتا طيح في أقصى الكبير بطبيعة الحال. إذا كما كتشاهدوا الناس مخبعين بعد هاد التساقطات المطرية اللي كتعرفها وكتشهدها الآن مدينة العرايش. الناس اللي كانوا خارجين حصلتهم الشتا هما مخبيين مدرقين مرتاحين بطبيعة الحال. إذا الأجواء ممطرة الحمد لله، هنا قطرات الخير وقطرات مطرية أمطار غزيرة اللي عرفتها مدينة العرايش وما لا زالت تتهطل. يا ربي ترحمنا أكيد، طلع المغرب جديد عافاك، طلع المغرب جديد خاي. اخت الهام تحياتي الاخت الهام مرحبا بك، غادي نطلعوا للمغرب جديد. وقبل ما ندوزوا للمغرب جديد غادي ندوزوا على شارع عقبه بن نافع المعروف جنان باشا القلب النابض التجاري لمدينه العرايش. بارطاجيو الاخوان بارطاجيو وقولوا لنا بطبيعه الحال من اين مدينه وكيعامل الجو عندكم في المدينه ديالكم، كاين شي شتا كطيح ولا الاجواء عاديه ومستقره؟ كاين شي شتا كطيح عندكم ولا الاجواء عاديه ومستقره؟ هذه الاجواء بعد التساقطات المطريه المهمه اللي عرفتها وشهدتها مدينه العرايش، تساقطات الخيل لا زالت تتهطل. اذا حنا كنتوجهوا بكوترو كامينو ملتقى اربع طرق، ملتقى اربع طرق وكما كيسميو العرايشيين فكوترو كامينوس، اغلب الاسماء مدينه العرايش فهي اسماء اسبانيه نظرا للاستعمار الاسباني اللي كان مستعمر مدينه العرايش. اذا نطلعوا على جنان باشا من بعد ندوزوا المغرب الجديد طبيعة الحال طلب من الأخت إلهام، واش من جهة واش من مكان في المغرب الجديد، أكيد أنا نبيو النداء. إذا لا زلنا متبعين الأوفياء، حنا فرحانين بطبيعة الحال كنقول لكم هذا البث المباشر، فرحانين بالقلوب ديالنا بهذه التساقطات المطرية والتساقطات الخير الحمد لله. نتمناو أن التساقطات المطرية اللي تشمل المدن المغربية بأكملها. شيشاوة غير العجاج، طلبوا الله انها تمطر مطرا شيشاوة والمناطق المجاورة ولا ما كرهناش ان المغرب كامل يطيح في الشتا. اذا لازلنا متبعين الاوفياء كما كتشاهدوا كاينة تقريبا برك مائية اللي هي كبيرة في مدينة العرايش. اذا كما كتشاهدوا متبعين الاوفياء كاين مجموعة الناس اللي هما السكاكرية ان شاء الله. كاين مجموعة الناس اللي كتعجبهم انهم يتمشاو ويمشيو تحت الامطار ديال الخير. نتمنى كنحاول انني نصفي لكم الجاجة ديال السيارة، لان كنتوما كتعرفوا كتكون الشتا كطيح كتكون الجاجة مطبقة. انا كنتوجه الان بجنان باشا القلب النابض محمدية والو خصا الكبير العجاج، طلبوا الله انه يرحمنا برحمته الواسعة. لأن أمطار الخير والتساقطات المطرية مهمة لا زالت تشهدها المدينة، اللهم صيبا نافعا أكيد الله يرحمنا برحمته الواسعة. فالتساقطات اللي كتشهدها مدينة العلاج بطبيعة الحال والمدن المجاورة، رباط والعجاج ما كاين والو، نطلبوا الله أنها تطيح بطبيعة الحال مدينة الرباط. إذا كنتواجدوا الآن بجنان كسريين والناس ديال العلاج كيعرفوا هذه المنطقة هذه، وأكيد أننا غادي نمشيو في اتجاه
طبيعة الحال الأحياء المجاورة، الجنان القصريين، السوق الحاد، الكودية، الوفاء، شعبان، وكذلك ندوزو لآخر نقطة اللي هي المغرب الجديد. فقيه بن صالح غير البرد، نطلبوا الله أنه يرحمنا طبيعة الحال في مختلف المدن المغربية. إذا متابعي قناة شوف تي في، كيعمل الأجواء عندكم بالمدينة اللي كتواجدوا بها؟ كاين شي شتا ولا الأجواء عادية ومستقرة؟ كاين شي شتا كطيح عندكم ولا ما كاين والو؟ بغينا نعرفوا المدينة الأكثر تواجدا والأكثر حضورا معنا، وبغينا نعرفوا بطبيعة الحال المناطق واش كطيح فيها الشتا ولا لا. بغينا نعرفوا المغرب كامل واش كطيح فيه الشتا ولا لا. الله، انا ما نكذبش عليكم، مره كنزل من الطوموبيل باش طيح ليا الشتا، حيت كتعجبني الشتا كطيح صراحه. تندوزو للتجزئه الخضراء. اذا المتبع الاوفياء، كيعامل الجو عندكم بطبيعه الحال وكيعامل الاجواء عندكم بالمدينه اللي كتواجدوا بها؟ الدار البيضاء غير البرد، فاس غير الرياح والبرد. نطلب الله ان من الغداء ان المغرب كامل طيح وطيح فيه الشتا بطبيعه الحال. والاشكال الاخوان الى لاحظتوا فيما كندعيهم الله سبحانه وتعالى انه يرحمنا بالشتا، كنطلبوا انه يرحمنا بطبيعه الحال على قد القوات ديالنا، لان القوات ديالنا والمسؤولين ديالنا ما داروا فيها ما يصلح. القوات على قد الحال، 10 دقائق او نص ساعه ديال الشتا كطيح صافي كتغرق المدينه وكيغرقوا المدن المغربيه، وكيبقاو الناس ديال دور الصفيح كيعانيوا في صمت للاسف الشديد. سيدي سليمان عندنا الريح، الضوء مشى هنايا، الضوء مشى للتجزئه الخضراء، وهذا نداء طبيعه الحال القسم الاناره باش انهم يرجعوا الضوء لهذه الاحياء ديال التجزئه الخضراء. الضوء مشى هنا للتجزئه الخضراء. بارطاجيو الاخوان، بارطاجيو الله يرحم ديال الوالدين. وبغيناكم تقولوا لنا من اين مدينه كتابعونا، وكيفاش دايره، كيفاش داير الجو عندكم في المدينه ديالكم، كيفاش داير وكيفاش عامل الجو عندكم في المدينه ديالكم. صويره غير البرد. الحمد لله، الحمد لله التساقطات المطريه، والحمد لله ان الله سبحانه وتعالى دائما كيتفكرنا بالخيرات ديالو. الفقيه بن صالح البرد. اذا رغم ذلك كانت الدقة ديال الشتا اللي كانت مجهدة، دابا كاين قطرات مطرية اللي هي قليلة كطيح، وجدة الريح، نطلبوا أنه يرحمنا الدريوش والو. الحمد لله أننا فرحنا بطبيعة الحال بقدوم المطر. عندنا غير الريح والعجاج في سيدي سليمان. إذا الشتا باقي كطيح، الحمد لله على الخيرات الربانية، الحمد لله على التساقطات المطرية اللي كتعرفها وكتشهدها الآن مدينة العريش. تساقطات الخيل لا زالت تتهاطل على المدينة. رباط العجاج، رياح قوية، سلا، بوزنيقة، الرياح، كازا، البرد. وإن شاء الله لما لا أنه هاد المدن المغربية طيح فيهم الشتا، وأكيد أن الدعاء عند سقوط المطر فهو دعاء مستجاب. نتمناو من الإخوان أنهم يدعوا بطبيعة الحال، لأننا في أمس حاجة إلى أمطار الخير، في أمس حاجة إلى التساقطات المطرية بمختلف المدن المغربية. سوق الأربعاء كاين غير الريح، مراكش البرد. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، أكيد. إذا ردوا البال أكيد بعد التساقطات المطرية، فهذه السيارة هذه كما كتشاهدوا السائق ديالها فقد السيطرة عن السيارة وخرج وطلع في التريطوار. هذا اللي بهذا الحال المستعملين ديال الطريق انهم يردوا البال، خصوصا الشتيوة الاولى، لان الطريق كتكون باقا يعني كما كنقولوا باقا ما تغسلش الطريق، باقي كاين الزيت كما كتشاهدوا. هذه السيارة هذه اللي زلقات وخرجت على المسار ديالها. نطلبوا الله السلامة اكيد، نطلبوا الله السلامة اكيد، ونتمناو من ان السائقين يردوا البال ويكونوا على بال، ما فيها باس الانسان انه يمشي بشوية عليه بلا ما ان الزيت هذا اللي كاين بطبيعه الحال في الشارع، وان الطريق ما تبقاش يتزلق. كذلك تكون السلامه للجميع. ندوزو للسكاكريه، واكيد انني كنوجه نداء وكنوجه رساله بطبيعه الحال
فرحنا بقدوم المطر، واكيد اننا كنا كننتظروا بفارغ الصبر الشتاء طيح. ولكن كاين ناس راه كيعانيو بصمت، كاين ناس اللي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كاين ناس راه كيعاني في دور الصفيح. هذا نداء، راه كاين برنامج ديال المدن بدون صفيح. مثلا نعطيو مثال مدينه العراش اللي تعطى هذا البرنامج هذا، وقالوا في سنه 2010 وحنا في سنه 2023، قالوا بان في سنه 2010 مدينه العراش مدينه بدون صفيح للاسف الشديد، وهنا نسطروا عليها بنقطه حمراء. للاسف حنا في سنه 2023 ومدينه العراش باقا غارقه بدور الصفيح. من يتحمل مسؤوليه دور الصفيح بمدينه العراش؟ من يتحمل هذه المسؤوليه؟ الناس راه الله يحسن لهم العون، الناس راه غارقين الصيف والشتاء، الصيف محلين والشتاء غارقين، وحتى التلاين. الحمد لله ان المغرب سنه 2030 غادي ينظم كاس العالم بشراكه مع البرتغال واسبانيا، والناس باقي كتعاني بصمت. راه جاء من المسؤولين، وراه جاء من اي واحد مسؤول وعنده غيره، راه عيب وعار. الا دخلتي ديك المناطق راه والله الا يضرك خاطرك، يضرك خاطرك. كاين مجموعه هاد المدن المغربيه اللي باقي فيها مدن الصفيح. نهضروا عاوتاني على مدينه العراش، مدينه العراش اللي باقي غارقه بمدن الصفيح. الله يرحم بها الوالدين، راه حنا فرحانين والناس اكيد انهم فرحانين بهذا الشيء هذا، ولكن للاسف الناس عندوز المغرب الجديد، الناس اللي قالوا السكاكريه حنا القرب من المغرب الجديد. حنا لبينا النداء كما قلت، الناس راه كيفرحوا بان الشايه جات، التساقطات المطريه الحمد لله والتساقطات الخير هي جات، ولكن الناس راه كتغرق، الناس راه الماء كيدخل للديور ديالهم، الناس راه ما كيبقى لهم لا حوايج لا اتات، ما عادوا فين ينعسوا، راه حشومه عيب وعار. بارطاجيو الاخوان، بارطاجيو. راه بغينا هذا اللايف هذا يوصل لاي مسؤول عنده غيره على المنطقه بطبيعه الحال. راه لا يعقل، وكيف يعقل ان مدينه العريش سنه 2010 عطاو بان مدينه العريش غتكون مدينه بدون صفيح. للاسف هنا نسطروا عليها بان خص المسؤولين يتحاسبوا. المسؤولين اللي تعاقبوا على مدينه العريش من 2010 لدابا خصهم يدوزوا الحساب والعقاب، لان كيف يعقل اننا في سنه 2023 ومدينه باقا عامره بدور الصفيح. مدينة وباقي كيتزاد فيها دور الصفيح، للأسف، للأسف الشديد. حنا بغينا أن العيش الكريم لهاد الناس هادو، بغينا هاد الناس هادو أنهم يكونوا بطبيعة الحال يكون عندهم واحد المنازل اللي هي أو مساكن اللي هي تليق بهم. راه عيب وعار أننا كنطلبوا من الله أن الشتا طيح وكنفرحوا بالقدوم ديالها، ولكن للأسف الشديد كاين الناس اللي كيعانيو في صمت، كاين الناس اللي ساكنين في دور الصفيح او في بريرك راه كيعانيو. الناس لا حول ولا قوه الا بالله، الناس راه ما قادرينش انهم راه الناس دراوش وحنا كامل بينا دراوش على قد الحال، ولكن الناس راه كتعاني في صمت. راه كاين مجموعه المناطق هنا في مدينه العريش، انا ولد مدينه العريش وحليت عليهم عيني وباقي لحد الان. جنان بيضاوه، حي الفتح، حي الناظور، جنان كاستيان، جنان باشا الغربيه، الحمد لله انا الشرقيه، الشرقيه تنقات جنبها الغربيه، وكاين بزاف ديال الاحياء هنايا. هاد الاحياء اللي ذكرتهم كاملين عامرين بدور الصفيح. راه عيب وعار، عيب وعار اننا في سنه 2023 وباقي الناس ساكن في العشوائي، باقي الناس ساكنين في دور الصفيح. هذا كيدل على اننا عندنا مسؤولين، للاسف كنقولها وكنتحمل المسؤوليه ديالي، عندنا مسؤولين دول المستوى. عندنا مسؤولين ما كيخدموش الوطن ديالهم، عندنا مسؤولين ما كيفكروش في المواطن، كيفكروا فيه للاسف الشديد غير في وقت الانتخابات. رجعوا للتساقطات الخير والتساقطات المطريه المهمه اللي عرفتها وشهدتها مدينه العراج. الحمد لله كاين تساقطات الخير اللي شهدتها مدينه العراج، ولكن الى دزنا من مجموعه ديال الاحياء اللي كاين هنا بمدينه العراج، القوا بان الشوارع، القوا بان الاحياء عامرين بالماء، القاو بان هاد 10 دقائق ديال الشتا اللي طاحت دخلت على الناس الديور ديالهم. القاو بان ناس ما عندهم فين يباتوا هاد الليله هادي. وسبقنا اننا صورنا، وسبقنا اننا المسؤولين عطاونا وعود اللي هي كنسميها بان وعود كاذبه، لان المسؤول اللي ما يلقاش الحل، المسؤول اللي يقول لك بانني ان شاء الله قريب، ما بقى لنا والو اننا نلقاو لهم الحل ونعطيهم البديل وتمر
ودوز سنه دوز سنه على الكلام ديال المسؤول، فهو اعتبروا بان نعتبروا بانه مسؤول فاشل، مش مسؤول دول المستوى. لذلك كنعتذر لانني كنحاول انني نحضر حرقه، لان هاد الناس هادو راه منا ولينا. هاد الناس فيهم خوتنا، فيهم عائلاتنا، فيهم الاقارب ديالنا، فيهم الاحباب ديالنا. وهاد المسؤولين اللي كيمشيو كيعطيو وعود فارغه، وعود كاذبه في ايام هاد الانتخابات، راه كتكذب على راسك، راه حشومه وعيب وعار. ان كل سنه ان هاد الناس هادو يعانيوا في صمت، وخصوصا في بنيه العريش. مدينة العريش اللي للأسف الساكنة ديالها فقدوا كامل الثقة في المسؤولين، فقدوا كامل الثقة في المسؤولين، ومطالب طبيعة الحال ومطالب زيارة ملكية لهذه المدينة هذه. إذا لازلنا متبعين أو فيها متبعين قناة نشوف تبي في هذا البث، وكاين شي ناس اللي نقولها نعاودها، كاين شي ناس راه كيتابعونا ومن المسؤولين وراه ما عاجبهمش هذه الهضره هذه، وبغيتي ولا كرهتي غادي نقولها اليوم وغدا، عجباتك سمعها ما عجباتكش ديكاج، وراه كنقولها بأنك أنت مسؤول فاشل. علاش؟ حيت ما قدرتيش أنك توفي بالوعود ديالك الناس، والناس كتعاني بصمت، حيت أنت ساكن في فيلا ومرتاح مع راسك، حيت انت مخبع من الشتا ومخبع من البرد. اذا لازلنا متبعين الاوفياء متبعين قناه شوف تي في، بعد الخيرات وبعد التساقطات المطريه اللي عرفتها وشهدتها مدينه العريش، امطار الخيل لا زالت تتهاطل وتتساقط على المدينه، اللهم صيبا نافعا اكيد، الله يرحمنا برحمته الواسعه، الله يرحمنا برحمته الواسعه. متابعين فيها متابعين قناه شوف تي في، نتمنى منكم انكم تبارطاجيو على اوسع نطاق، ونتمنى كذلك من المشاهدين ومن المتبعين باركه من يدعموا، وباركه بطبيعه الحال من يبارطاجيو، وكتلقى اللايفات ديال التفاهم اللي طالعين، اما المواضيع اللي هي قويه، مواضيع اللي خصها توصل للمسؤول وخصنا نضغطوا كاملين بينا، لان بفضلكم كنوصلوا صوت المسؤولين، ما كيدخلوش، ما كيبارطاجيوش، ما كيتسوقوش ليها، ولكن الا كان موضوع تافه اكيد انه غادي يبارطاجي. لا زالت التساقطات المطريه وامطار الخيل لا زالت تتهاطل وتتساقط على المدينه، اللهم صيبا نافعا يعني، واكيد الله يرحمنا برحمته الواسعه، واكيد ان الله سبحانه وتعالى دائما كيرحم العباد ديالو، رغم الفساد اللي كنعرفوه للاسف الشديد، والكل كيعرف، الله سبحانه وتعالى رؤوف وغفور ورحيم للعباد ديالو. اذا امطار الخيل لا زالت تتهطل وتتساقط على المدينه، اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. اذا مباشره من شارع الجيش الملكي بعد التساقطات المطريه اللي عرفتها مدينه العريش، تقريبا نصف ساعه كافيه ديال التساقطات المطريه باش تغرق مدينه العريش، باش الويدان ديال الحار كما كتشاهدوها هو واد ديال الحار مقلوب، وكما كانوش حلوه كره الدنيا او الشارع كامل عمر كامل عمر بهاد التساقطات. اكيد طبيعة الحال في دورات ديال جهة طنجة الطوال، الدورة ديال جهة طنجة الطوال الحسيمة اللي أكدوا على دور مدينة العريش بأنهم غادي يحيدوا بطبيعة الحال غادي بطبيعة عفوا غادي أنهم يحيدوا أو ينقصوا من دور الصفيع، رجاء من السيد والي جهة طنجة الطوال الحسيمة، فساكنة مدينة العريش فقدوا كامل الثقة في المسؤولين ديال المدينة، رجاء في السيد الوالي، السيد الوالي اللي تم التنصيب ديالو اليوم من من صاحب الجلاله، اليوم تم تعيين ديال السيد والي الجديد لجهه الشمال، مرحبا به بطبيعه الحال في الشمال، نتمنوا انه يكون خير خلف لخير وسلف. اذا تم تعيين السيد يونس تازي واليا لجهه طنجة الطوال الحسيمه وعاملا
على عمالة طنجة أصيلة. نتمنى من السيد الوالي الجديد أنه تكون واحد التفاتة لهذه المدينة ولهذا الإقليم بأكمله، إقليم العرائش المنسي. نتمنى كذلك من السيد الوالي أنه يعطي الاهتمام لهذه المدينة ولهذا الإقليم. نتمنى كذلك من الجهات المسؤولة أن تفيق شوية، وكذلك أنهم يتم تحرير المدينة أو تحرير المدينة بطبيعة الحال، حرر المدينة من دور الصفيع، لأن الناس راه كتعاني بصمت، الناس راه عانات ولا زالت تعاني بصمت للأسف الشديد. للتذكير حي الناظور اللي كتعتبر من بين أقدم الأحياء بالمدينة، حي الناظور وحي جلان بيضاوة، من أقدم الأحياء ولكن للأسف عامرين دور الصفيع، بغياب الجهات المسؤولة. لا زالت أمطار الخير ولا زالت التساقطات المطرية المهمة اللي كتعرفها وكتشهدها الآن مدينة العريش. طلبوا الله السلامة أكيد، وتمنوا من الله أنه يرحمنا بهذه التساقطات، وتمنوا أنها تكون تساقطات الخير. وأكيد أن الله سبحانه وتعالى ما كيعطينا شي حاجة إلا وكيعطينا فيها النفع وما فيهاش المضرة. لا زالت التساقطات المطرية اللي كتشهدها الآن وكتعرفها مدينة العريش. نطلبوا أن نتمنوا من الله أن التساقطات تشمل مجموعة من المدن المغربية. إذا كتوجهوا الآن لمساحة مكة في هذه الأجواء جميلة ورائعة. أنا الصراحة نقولها أنا كتعجبني الشمس كتكون كطيح، تصور أن الشمس كتكون كطيح وأنا كنتمشى فيها، لأن الشمس كتبعد عليك المرض، كتبعد عليك حتى السحر والشعوذة. بنادم إلا بغى يأذيك سواء بالتوكال ولا السحر والشعوذة كتبعد عليك. إذا هذه الأجواء متبلة فيها بعد تساقطات الخير وتساقطات مطرية مهمة اللي شهدتها وعرفتها مدينة العريش. نتمنى ورجاء الأمطار على الأبواب، رجاء من المسؤولين ومن أي مسؤول كيقول بأنه هو المسؤول وكيتباع بالمسؤولية ديالو. بارك ما تكون جالس في الكرسي ديالك، خرج وشوف الناس اللي كتعاني، خرج عند الناس، راه المعاناة لا تعد ولا تحصى. خرج ما تبقاش جالس في الكرسي ديالك، خرج حشومة وعيب وعار أن الناس والمواطنين اللي طلعوك لديك المنصب كيعانيو في صمت وانت ما مسوقش. لا زالت التساقطات المطرية كما كتشاهدوا الآن، تساقطات غزيرة اللي كتعرف الآن مدينة العريش. اللهم صيبا نافعا. طبيعة الحال سكان حي الناظور وأحياء صفيحية سواء داخل مدينة العريش وخارج مدينة العريش كيتمناو وكيطلبوا من الله أن الشتا طيح، ولكن كيخافوا من الشامي كطيح الشتا للأسف الشديد. قوت أن الشامي كطيح راه كتسبب لهم الأذى للمنازل ديالهم. إذا كتواجدوا ما كرهناش أننا ندخلوا بطبيعة الحال، وغادي ندخلوا وغادي ندخلوا وغادي نفضحوا هاد المسؤولين اللي ناعسين، وغادي ندخلوا لأي حي صفيحي سواء في مدينة العريش ولا مدينة أصيلة ولا القصر الكبير، أي مدينة اللي تابعة ليا غادي ندخل ليها وغادي ندخل أحياء صفيحية وغادي نوريو الخدمة ديال المسؤولين اللي ما خدامينش واللي ما مسوقينش. كنتواجدوا الان بحي الناظور، حي الناظور اللي كما كتشاهدوا احياء الواجهه مزينينها بالبنايات، ولكن خلف هذه البنايات كاين دور الصفيح. خلف هذه البنايات للاسف كاين دور الصفيح. إذا هذه الأجواء متبين فيها بعد التساقطات المطرية، فللأسف نصف ساعة من الأمطار كافية أنها تغرق وتبين الضعف والهشاشة ديال الأحياء والأزقة والدروب ديال مدينة العريش. كنفرحوا ملي كطيح الشتا ولكن كيبقى فينا الحال، لأن للأسف أمطار
قليله كتفضح البنيه التحتيه وكتفتح وكتفضح المسؤولين اللي ما مسوقينش للاسف الشديد. نتمنى ان الرساله ديالي تكون وصلت لكم مفهومه، لان راه كانوا معنا مسؤولين بطبيعه الحال، ونتمنى منكم انكم تبارطاجيو، لان بكم نتوما اكيد بكم نتوما كنوصلوا وكنضغطوا على ديك المسؤولين باش يقوموا بالواجب المهني ديالهم، باش يقوموا بالعمل ديالهم. راه بكم الى بارطاجيتوا ولا تفاعلتوا معنا في التعليقات، راه اكيد اننا غادي نوصلوا الصوت للمسؤولين. ولا ما تفاعلتوش راه بطبيعه الحال ما غاديش نوصلوا. راه كناكد وكنقول بان راه بكم نتوما كنوصلوا الصوت ديال الناس للمسؤولين باش يتدخلوا من اجل انهم ينقضوا الاحياء الصفيحيه ويعطيو لهاد الناس. راه عيب وعار ان سيدنا يخدم بالليل وبالنهار ويعطيكم برامج، ولكن للاسف الشديد ما كتنفذوا والو، ما كتعطيونا والو، ما كتبينوا لنا والو للاسف الشديد. حتى المواطن انه كيخليه راه ما كنجمعش كلش، كاين مسؤولين اللي هما صالحين، كاين المسؤولين اللي عندهم ضمير، كاين المسؤولين اللي قادم بالمسؤوليه، ولكن كاين بعض المسؤولين الله يهديهم على نفوسهم اللي كيخليو واللي السبب ديالهم كيخليو السبب ديالهم بان المواطنين كيمشي يقلب انه يخرج ويخوي يخوي البلاد، يمشي فلوكه ويمشي حارق ويقدر يوصل ولا يقدر يموت في الطريق، يقدر يوصل ولا ما يقدر ما يوصلش. نتمنى منكم متبين الاوفياء انكم تبارطاجيو على اوسع نطاق، بارطاجيو. بعض المرات كنحاولوا اننا نعبروا على ما بداخلنا، كنحاولوا اننا نهضروا بحرقه على هذا الوطن اللي كامل بينا عندنا غيره عليه، كامل بينا بغينا نغيروه، كامل بينا بغينا هذا الوطن هذا يزيد القدام. كل واحد ما كرهناش ان المدينه ديالو يهضر عليها ويفضح الفساد ليها، الفساد اللي بها. وبغينا بطبيعه الحال ان المغرب بفضل المجهودات ديال سيدنا فاكيد الحمد لله اننا سنه 2030 غادي ننظموا المونديال بشراكه مع اسبانيا. باش تنظم المونديال بشراكه مع اسبانيا والبرتغال هنا باش تعرف القيمه ديال المغرب، وباش تعرف بان المغرب غادي في واحد المسار متقدم، وباش تعرف بان المغرب غادي في واحد الطريق اللي هي مزيانه. ولكن خاصنا جهود ظافر من طرف المسؤولين اللي ناعسين، من طرف المسؤولين اللي جالسين كيعمروها في الشكاره، من طرف المسؤولين اللي ما مسوقينش لينا للاسف الشديد. ولكن غادي نضغطوا وغادي نفضحوا هاد المسؤولين باش ان المغرب المغربيه تقاد وتزيد القدام. اذا هذا هو الشارع الرئيسي ديال مدينه العريش، اللي هو شارع محمد الخامس، القلب النابض لمدينه العريش. إذا نتمنى منكم أنكم تبارطاجيو ورجعوا الأجواء بطبيعة الحال، ورجعوا واش الشك طيح عندكم في المدينة ديالكم ولا الأجواء عادية مستقرة. إذا هذه الأجواء متبين أو فيها متبين قناة شوف تي في بعد التساقطات المطرية اللي كما كتشاهدوا كتعرفها وكتشاهدها الآن منطقة حوض اللوكوس. أمطار الخير لا زالت تتهطل وتتساقط على المدينة، اللهم صيبا نافعا. نتمنوا هذه القطرات الخير وقطرات الغزيره اللي عرفتها مدينه العريش انها تطيح في المغرب وتطيح في المدن المغربيه باكملها. نتمنوا من الاخوه الله يرحم بها الوالدين، من يكون شي واحد كيهضر بحرقه في اللايف سواء هنا في شوف تيفي ولا من غير شوف تيفي، من يكون شي واحد كيهضر في اللايف بحرقه بارطاجيو وتعاونوا معاه وبارطاجيو، لان باغي يوصل راه ماشي باغي البوز، حنا ما باغينش نديرو البوز، باغي نوصل الصوت للمسؤولين. راه كاين ناس كتعاني، الناس كتعاني في صمت للاسف. راه بغينا نوصلو بالصوت والصوره للمسؤولين بالتدخل العاجل، مي يكون شي واحد كيهضر بحرقه في شي موضوع الله يرحم بها الوالدين. بارطاجيو ودخلوا وشجعوا المواضيع الهادفه، واكيد ان اللي شجعتوا المواضيع الهادفه وما بقيتوش كتدخلوا ديك المواضيع التافهه فاكيد بطبيعه الحال ان حتى واحد ما بقى يدخل لها وحتى واحد ما بقى يتسوق لها.
والله احسن نعاون الفراشه بطبيعه الحال والباع الجائلين الباع اللي كيبيعوا في الشارع والباع اللي كيبيعوا في الشارع اللي الناس ما عندهمش فين يكونوا. نتمنى والله من المسؤولين بطبيعه الحال انهم يديروا فرص شغل يديروا اسواق نموذجيه لهاد الناس هادو. راه كاين الناس كتبيع في الصيفيه ما كطيح الشتا، هانتوما كيما كتشهدوا ها هو مول الكاروسه، ها هو كيبيع، ها هو مخبع كيبيع، ها هو كيبيع، ما عنده فين يمشي، الشتا كطيح، ها هو سمح عاوتاني سمح في الفروته ديالو في الديسير ديالو في الارض ومشى يتخبى من الشتا. علاش هاد الناس هادو ما يكونوش داخل اسواق نموذجيه؟ علاش هاد الناس هادو ما يكونش عندهم سوق نموذجي يكون عندهم مقاد معدل ويدخلوا يبيعوا مستورين ومحترمين حتى هما بالكرامه ديالهم حتى هما انسان حتى هو عنده وليدات حتى هو عنده مصاريف عنده اسره. إذا لا زلنا متبين الأوفياء في هذه الأجواء الجميلة والرائعة بعد التساقطات المطرية اللي عرفتها وشهدتها مدينة العيش. اللهم صيبا نافعا يعني أكيد، فنتمناو أن الشتاء يطيح في مختلف المدن المغربية لأننا في حاجة ماسة إلى تساقطات الخير، في حاجة ماسة إلى هذه الأمطار ديال الخير بطبيعة الحال والتساقطات المطرية. بارطاجيو الاخوان هاد اللايف، بارطاجيو والدعاو على ان الشتا طيح في المدن المغربيه والله يعطينا كذلك الدعم. ما تنساوش انكم ما تدعوش ما تقولوش ان الله يعطينا على قد النفع، كانت دعاء والله يعطينا الشتا الله يعطينا الشتا، ولكن عندكم تنساو انه الله يعطينا على قد النفع، لان راه كاين ناس كتعاني في صمت، كاين ناس اللي لا حول ولا قوه، الناس راه كتعاني، الناس عايشين في دور الصفيح،